لكن أستأذنكم الآن في الذهاب إلى زميلنا حسين الشمراني من المشاعر المقدسة، ودائما ما نتوق لنقل الصورة من هناك ونحن في هذا اليوم العظيم، يوم عيد الأضحى المبارك. حسين، أعود إليك بالصوت والصورة، ونحن دائما في شوق لما لديكم سواء على مستوى الضيوف أو مستوى نقل الصورة وما يحدث هناك من رعاية وعناية لحجاج بيت الله الحرام. تحية طيبة لك مجددا نبيل ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين الكرام. الصورة هنا في مشعر منى بتكاتف جميع الجهات من قطاعات أمنية وقطاعات صحية وأيضا قطاعات مدنية، كلها تتضافر لخدمة ضيوف الرحمن. كل السعادة على محيا ضيوف الرحمن وعلى العاملين في مشعر منى. يسعدني في هذه اللحظات أن أستضيف سعادة العميد مبارك بن عطية القرشي في ركن الحماية بمشعر منى. أهلا وسهلا بك معنا سعادة العميد، تفضل. أولا كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بداية حدثني عن ماذا قدمتم لضيوف الرحمن في هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرصا من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين على سلامة حجاج بيت الله الحرام، ومن هذا المنطلق صدر قرار سيدي سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا باعتماد الخطة العامة للطواري لحج هذا العام 1443، والتي تنص هذه الخطة على تحديد المهام والمسؤوليات للجهات ذات العلاقة والمعنية بحماية الأرواح والممتلكات. فقد عمدت المديرية العامة للدفاع المدني بتحديد وتحليل المخاطر المحتملة التي في مشعر منى تحديدا والمشاعر المقدسة بشكل عام، تحديد هذه المخاطر وتحليلها ثم وضع الحلول لمعالجتها ولمواجهتها لا قدر الله. فقد تم خيار العناصر ذات الكفاءة لمواجهة هذه المخاطر تنسيقا مع الجهات المعنية ذات العلاقة لمعالجة هذه المخاطر، وكذلك تنسيق الجهود في وضع الآليات المناسبة لتحديد الفرق أو فرق الإطفاء وفرق السلامة وفرق الحماية لضمان سرعة الاستجابة لهذه المخاطر، ما تنسيقا كذلك مع الجهات ذات العلاقة، وأيضا وضع التدريب المناسب والفرضيات مع الجهات ذات العلاقة لاختبار كفاءة الأداء. أيضا